بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن ستروك. لو هنفتح الدياجنوستيك ايميجينج هنلاقي الشابتر ده فيه ثلاث حاجات مهمة، ثلاثة ايتمز كبار، اللي هو سيريبرال اسكيميا انفاركشن سواء ارتيريال او فينوس، الفاسكولوباسي، اثيروماتس ونون اثيروماتس، ونون تروماتيك انتراكرينيال هيمورج. النهارده ان شاء الله هنغطي الاسكيميا والانفاركشن، وهتفق معاكم في النهايه باذن الله على محاضره ثانيه هتاخد الاثنين ايتمز. طيب اما نيجي نقول تعريف الاستروك هو ايه، هو لوس، لا رابيد لوس اوف برين فانكشن ديو تو ديستربنس في البلاد سبلاي. 80% هيبقى اسكيميك و20% هيبقى هيموراجيك. الاستروك دي السكند ليدنج كوز اوف ديث وورلد وايد بعد الكارديوفاسكولار ديزيز. الكوزز من غير ما نحفظ حاجه، هتقفل الارتري او الفين، او حاجه هتعمل هيماتوما الارتري سواء ثرومبو امبوليز، ديورال ساينس اوكلوجن او ثرومبوزز، الهايبرتنسيف والسيريبرال اميلويد والفاسكولار مالفورميشن والنيوبلازم والدراجز والكواجيولوباثي، كل ده هيعمل لي انتراكرينيال هيمرج. سريعا هنغطي التوريتوري بتاعه البلاد سبلاي. انا عندي الانتيرو سيريبرال ارتري بيغذي ايه؟ بيغذي الباراميديال ستريب بتاع الفرونتال والبرايتال لوب، اوكي، وكمان بيغذي اللي هي الجينو اوف كوربس كالوزم والكوديت نيوكليوس. تاني يبقى هيغذي الباراميديال ستريب بتاعه الفرونتال والبرايتال، الكوديت اوف كوربس كالوزم والكوديت نيوكليوس، الجينو اوف كوربس كالوزم والكوديت نيوكليوس. لو بصيت في ساجيتال بلين يبقى هيغذي لي الموست هاير بارت بتاع البرين. ده منظر، طبعا احنا هنشرحه بالتفصيل، بس ده منظر السي تي. لو كان عندي انتيرو سيريبرال ارتري اوكلوجن هلاقي بارا ميديال ستريب في الاماكن اللي احنا ذكرناها. طيب الميدر سيريبرال ارتري هيغذي كل اللاترال بارت بتاع البرين اكسبت الانفرو ميديال بارت بتاع التمبرال لوب، ده هيتغذى بالبوستيريو سيريبرال. يبقى كل بقيه البرين كله ميدر سيريبرال. في الساجيتال بلين هيبقى معظم البرين ما عدا الجزء الهاير وما عدا الجزء اللور، كل ده ميدل سيريبرال ارتري، ودي نماذج للميدل سيريبرال ارتري انفكشن في السي تي. البوستيريو سيريبرال ارتري احنا قلنا الانفرو ميديال بارت بتاع التمبرال لوب ما بيتغذاش بالميدل، بيتغذى من البوستيريو سيريبرال. وهنكمل على الاوكسيبيتال لوب، السبلينيوم اوف كوربس كالوزم، الثالاموس، وهاخد حاجة من البرين ستيم اللي هي الميد برين. يبقى تاني الانفروميديال بارت بتاع التمبرال لوب، وهكمل ورا على الاوكسيبيتال لوب، السبليني بتاع الكوربس كالوزم، الثلاماي، والميد برين. في الساجيتال بلين هو الموست انفيريور بارت، هو ده اللي بيغذى بالبوستيريو سيريبرال ارتري، ودي عندي نماذج. انا عندي الانفروميديال بارت بتاع التمبرال لوب والاوكسيبيتال، هنا برضو اوكسيبيتال، دي التريتوري بتاعت البوستيريو سيريبرال ارتري. السيربيلم بقى بيتغذى من ايه؟ بيتغذى من البايكا. البايكا ده لو نفتكر البايكا طالع من البوستيريو سيريبرال ارتري، يبقى معظم السيربيلم الجزء الانفيريور بارت بيتغذى من الانفيريور بارت، بيتغذى من البايكا. هطلع فوق سوبيريور شويه، البوستيريور ستريب اللاين ده ستيل بيتغذى من البايكا، انما بقيه السوبيريور بارت بيتغذى من السوبيريور سيربيلر ارتري. ده منين السوبيريور سيربيلر ارتري؟ ده من البازيلر، اوكي. طيب الايكا بيغذي ايه؟ الموست بريفرال بارتس على الجهتين، ده الايكا بيغذي كده. هيبقى فاضل لي البونز والمضله، دول هيتغذوا من الفرتبرال والبازيلر بالترتيب. ناخد بالنا ان منطقه البيزال جانجليا عشان اهميتها بتتغذى من كله. الكوديت احنا قلنا بتتغذى من ايه؟ من الانتيرو سيريبرال ثرو الميديال انتيكروستيرايد ارتري. اللينتي فورم هتتغذى من الميدل سيريبرال ثرو اللاترال لينتيكروستيرايد ارتري. الثلاماي هيتغذوا من البوستيريور سيريبرال، والبوستيريور لمب اوف انترنال كابسول ده بيتغذى من الانتيرو كورويدال، وده برانش من الانترنال كاروتيد ارتري. سريعا السيجمنتس بتاعت الارتريز، انا عندي الانتيرو سيريبرال بيتقسم لثلاثه، الميدل والبوستيريور كل واحد بيتقسم لاربعه. سهلين جدا، الهوريزونتال فيهم كلهم، يعني اول سيجمنت هوريزونتال فيهم كلهم، واخر سيجمنت كورتيكال فيهم كلهم. يبقى هاجي على الانتيرو سيريبرال ارتري،
اول ما بيطلع من التيب بتاعت الانترنال كاروتيد لغايه الانتيريو كوميونيكيتنج دي A1 اللي هي الهوريزونتال. من الانتيريو كوميونيكيتنج لغايه الجينو اوف كوربس كالوزم دي A2 اللي هي الفيرتيكال بارت. من الكوربس كالوزم بقى اللي هي الكورتيكال برانش اللي هي هتغذي الفرونتال والبرايتال والترمينال برانشز بتاعته اللي هي البريكالوزا والكالوزا مارش. يبقى انا عندي هوريزونتال وفيرتيكال وكورتيكال. الميدر سيريبرال يبقى انا هيبتدي عندي من التيب في انترنال كاروتيد لغايه منطقه السيلفيان دي اللي هي الهوريزونتال بارت. بعد كده اللوكيشن في السيلفيان دي M2. اللوكيشن في الانسولا اللي هي عند الكورتكس بتاع البرين ده M3. والترمينال برانشز الكورتيكال برانش اللي هتغذي اجزاء من الفرونتال والبرايتال والتمبر. هنيجي للبوستيريو سيريبرال ارتري. عندي من التيب اوف ذا بازيلر لغايه البوستيريو كوميونيكيتنج ده B1 اللي هي برده هوريزونتال سيجمنت. B2 بتعمل كيرف كبير حوالين الميد برين دي ال B2. ال B3 اما هو يكون لوكيتد في الكوادريجيمينال سيستر. وال B4 اللي هي كورتيكال برانش اللي هو هيغذي ال بقيت التمبرال والبرايتو اوكسيبيتال ريشن. طيب هنرجع تاني للكوزس اوف اسكيميك انفاركشن. انا عندي ثرومبوليزم وامبوليزم وسيستميك هايبوبرفيوجن. الثرومبس كتعريف ان هي بلات كلوت فورمد ايه فورمد لوكالي في المكان اللي فيه الانجري ده. في الارتري هيبقى ايه الاسباب؟ عندي اثيروسكلروتيك بليجز او سيكل سيل انيميا. لو فينس البلاد ديس اوردر والبريجنسي والانفكشن هيعمل لي كلوت لوكال. طيب امبلس يعني بلات كلوت فورمد ديستانس وبعدين مايجريت لغايه السيريبرال فيسلز. دي ممكن تكون ايه سواء اذا كان عندي دي في تي او فات او اير او مالجنانت سيلز او بكتيريا او وات ايفر. طيب ما ننساش ان الهايبر بيرفيوجن لوحده ممكن يعمل لي انفاركشن ده في حالات البليدنج والشوك والهارت فيلير. هنيجي نتكلم على الاسكيميك انفاركشن هنغطيه بكذا ايتل اللي هي الاكيوت والصاب اكيوت والكرونيك واللاكنر انفاركس والهايبوتنسف. الايمجنج موداليتي بتاعنا طبعا المينلي سي تي وام ار سواء البلين او السي تي اي او البرفيوجن في الاثنين. الكونفنشنال انجيو ما عادش لها رول قوي لان السي تي اي والام ار اي دلوقتي خد المكان. طبعا ما ننساش انه البيشنت دول لازم يكونوا محتاجين دوبلر على الكاروتيد عشان نشوف الاثيروماتوس بليكس. الجول بتاع الايمجنج بتاعي ايه؟ ان انا اتشيف ايرلي تريتمنت في اول 3 ساعات عشان اقدر اعمل انترافاسكولار انجكشن اوف ثرومبوليتيك تريتمنت يبقى في اول 3 ساعات. وانا بغطي الاسكيميا لازم اتكلم على هحط في دماغي 4 بي اغطيه بارينكيما وبايب بيرفيوجن ونمبر. يعني ايه البارينكيما؟ لازم هوصف كويس التشينجز اللي هتحصل في البرين بارينكيما سواء الهايبودينستي او في جزء قلب هيموروج او كلام. البايبس يعني الفيسلز سواء الانتراكرينيال او الاكستراكرينيال سيركيوليشن لازم اكون عامله لها اسسمنت كويس. بيرفيوجن ونمبر يعني انا بغطي الاسكيميا هشوف الكور نفسه اللي هي السيل اللي حصل لها ديث واشوف البيرفيوجن. البيرفيوجن هيبين لي الايه السيل اللي حصل لها ديث وايه السيل اللي ستيل ات ريسك يعني هي ستيل سيرفايفنج بس ات ريسك اللي هي النمبر. فلازم اغطي كل الايتيمز دي. هنيجي للأكيوت اسكيم في النان كونتراست سي تي هيبان لي ازاي؟ طبعا الاول التيبيكال ابييرنس انها بتبان بعد 24 ساعه ل 48 ساعه بس في ساينز ممكن تبان لي ايرليير عن كده. في ثلاثه ساينز مهمين لازم اخد بالي منهم وهتلاحظوا ان هم في التريتوري بتاع الميدر سيريبرال ارتر. ليه؟ لانه 50% من الاوكلوجن بيحصل في التريتوري دي فعشان كده الثلاثه ساينز دول بيتناولوا المنطقه دي. اول ساين عندي اللي هي الهايبر دنس فيسل ساين ان انا الاقي في النان كونتراست سي تي الفيسل هايبر دنس طبعا بالمقارنه بالجهه الثانيه. ده ليه؟ عشان الثرومبس نفسها بتبان لي هايبر دنس سواء ان انا شايفاها لينير مع الفيسل او شايفاها كدوت عند منطقه السيلفيان عشان زي ما قلنا انه الام 2 بتعدي في السيلفيان يبقى انا عندي هنا دوت ساين اللي هي الثرومبس عند السيلفيان فيشر. يبقى سواء كورد او دوت ساين دي اللي هي ثرومبس جوه الارتري. الساين دي بتتشاف من 30 ل 50% من البيشنت. طيب تاني ساين ان انا اسمها اوبسكيوريشن هايبودنسي في الانتي فورم نيوكلس برضو التريتوري بتاعت الميدل سيريبرال. انا لو ركزت شويه في اي بيشنت جاي لي بالسيمبتومز لايك ستروك لازم ابص على الانتي فورم نيوكلس كويس قوي. انا هنا شايفاها نورمال لكن هنا
انت مش شايف حدودها كويس، ما انتش شايفها، ما تقدرش ترسمها كويس. في سطل هايبودينستي وفي الديفينيشن للبوردرز بتاعتي، يبقى دي تاني ساين ان انا اشوف الديفينيشن للانتي فورم نيوكليس. اللي شبهها بقى وجنبها برضو اللي هي اسمها انسولار ريبون ساين، اللي هي معناها ببساطه لوست اوف الديفرنشيشن بتوين الجراي والوايت ماتر. لو انا لاحظت هنا انا مش قادره افرق الوايت ماتر من الجراي ماتر لان في سطل هايبودينستي. الهايبودينستي دي سيجنيفاي ايه؟ ان بدا يحصل فيه سايتوتوكسيك اديما اللي هي انتراسيلولر اديما، وبدا يبقى فيه نيكروزز في السيل. يبقى الساينز الثلاثه المهمين عندي اللي هي الهايبر دنس فيسل او الدوت ساين اللي هي ثرومبس جوه الارتري، عندي الاوبسكيوريشن للانتي فورم نيوكليس، الديفينيشن في سطل هايبودينستي، الانسولار ريبون ساين اللي هي ال ديفينيشن بتوين الجراي والوايت ماتر. طبعا بقيه الساينز الثانيه اللي هي التيبيكال معروفه ان انا عندي اريا كورتيكال وسب كورتيكال فيها هايبودينستي زي ما انا شايفه. عشان واصله لغايه الكورتكس هيبقى فيه جايرال سويلنج وصلصال افيسمنت. لو انا بقارن الجهه دي الصلصاي واضحه، هنا مور اور ليس افيست. احنا قلنا ان التيبيكال ابييرنس ده بيبان بعد 24 ساعه. نفتكر بس انه من 15 ل 45% ممكن يحصل هيموراجيك ترانسفورميشن، فانا لازم اعمل فولو اب، وخصوصا في الميدل واللارج سايز انفاركشن بيحصل له هيموراجيك ترانسفورميشن. ده كان النان كونتراست. نقطه مهمه بس اخلي بالي منها انه في الويندو العاديه ممكن العمليه تمس مني، ما اقدرش القط الدياجنوز، يعني في حاله زي دي ممكن تتكتب نور. لازم بعد ما اخلص ان انا اشوف كل الكاتس لازم اغير الويندو شويه واخليها جرانيولار. جرانيولار انا بقلل الويث والليفل. الجرانيولاريتي دي بتبين لي اكتر اللينتي فورم نيوكلس، يعني هي كل الهدف ان يعني هنا شايفين اللينتي فورم نيوكلس كويسه. هنا لو دققت هلاقي الجزء الانتيرو منها باين والجزء البستيريور لا، عشان في هنا هايبودينستي. ممكن تضيع مني الساين دي لو انا ما خليتش الصوره مور جرانيولار، وهيبان لي اكتر اللي هي الهايبودينستي، السطل هايبودينستي بدايه الانفاركشن. طيب في الكونتراست ايه الرول بتاع الكونتراست عندي؟ في رول في السي تي ظريفه جدا اسمها 2-2-2 رول اوف 2. الانهانسمنت بيجن بعد يومين، البيك عند اسبوعين وبيختفي عند شهرين. يبقى انا عندي رول ظريفه وبسيطه، يبتدي الانهانسمنت بعد يومين، البيك بتاعته عند اسبوعين ويختفي عند شهرين. دي التايتل الكبير بتاعي. التفاصيل بتاعتها انه هتديني ايه؟ جايرال. هو المفروض انه في الانفرشن هيديني ايه؟ جايرال انهانسمنت، وزي ما قلنا ان هو هيبتدي بعد يومين. طيب ممكن الاقي في الفيسلز اللي على البريفري فيها انهانسمنت لو الكولاترالز شغاله وادت بلاد للفيسل. طب لو ما لقيتش فيسلز خالص يبقى انا عندي كومبليت اوبستراكشن ولسه ما عنديش اي كولاترالز ومفيش اي فيسلز باين. يبقى غير الرول 2-2-2 يبقى عندي الجايرال انهانسمنت، وعندي زوائد الفيسلز هتبان او مش هتبان بناء على الكولاترالز سيركيوليشن. طيب انا خلصت الكونتراست سي تي، لازم اعمل سي تي اي عشان ابص على الانتراكرينيال سيركيوليشن. طبعا هبص على الانترنال كاروتيد والسيركيوليشن والديفيجنز بتاعته، وهشوف اذا كان في اوبستراكشن ولا لا. طبعا سي تي اي هيطلع لي الاوبستراكشن سايت، اذا كان كومبلوت اكلوجن ولا ستينوزز، اذا كان في كولاترالز ولا لا، اذا كان في ديسكشن، اذا كان في على الاذر سايز اثيروسكروميتس بليكس. يعني كل لازم اعمل فول اسيسمنت للارتريز اللي موجوده. يعني انا شايفه هنا ان في هنا كومبليت اوكلوجن للميدل سيريبرال ارتري. هنا طبعا ده هنا في البوست كونتراست انا مش شايفه اي فيسلز خالص، مجرد الهايبودينستي. هنا ابتدى الجايرال انهانسمنت بعد يومين. السي تي اي انا عندي هنا اوكلوجن خالص للميدل سيريبرال بالمقارنه بالجهه الثانيه، هنا نورمال وهنا الميدل سيريبرال نون فيجوالايزد. عندي هنا في البلين اكس راي انا عندي دوت ساين في منطقه التيب اوف دي بازيلر ارتري، والسي تي اي باني فينت اوباسيفيكيشن، يعني في بارشال ثرومبوزز في البازيلر ارتري. طيب مهم ان انا اعمل بيرفيوجن. ليه مهم ان انا اعمل بيرفيوجن؟ عشان اشوف اذا كان في اسكيميا وفي نمبرا ولا لا، يعني في تيشو اقدر اعمل له سافج ولا لا. البرفيوجن ان انا بدي 50 ملي كونتراست، كميه مش كبيره قوي، ان انا بس انا بغطي في منطقه السيركل اوف ويلز بس،
يعني في حدود 32 سيكشن، من 1 ل 32 سيكشن بانجكشن ريت 4 ل 5، وبفضل اعيد الاسكان، والجهاز بيطلع لي مابس. المابس دي بتشمل السيريبرال بلاد فوليوم وفلو والمين ترانزيت تايم. هي بتغطي لي منطقه السيركل وفولز، فانا يعني باخد في حدود 4 سنتي. هاوفر ان النيو ماشينز اللي هي زي ال 256 دلوقتي ممكن تعمل بيرفيوجن على كل البرين. طيب انا بستفيد ايه من البيرفيوجن؟ ان انا بطلع الثلاثه بارامترز اللي احنا قلنا عليهم، البلاد فوليوم والفلو والمين ترانزيت تايم. الاول البلاد فلو نورمالي 110، الانفاركشن هيبقى اقل من 10. طبعا في بقى تقسيمه انه الاوليجيميا من 23 ل 44، الاسكيميا من 10 ل 22، اقل من 10 ده انفاركشن. طيب في الانفاركشن الاثنين هيقلوا، الفوليوم والفلو، يبقى الاثنين هيقلوا عندي في الانفاركشن. بينما في النمبره الفلو هيقل، بس عشان في كولاترالز بدات تظهر الفوليوم هتبقى نورمال او انكريست، وبالتالي المين ترانزيت تايم اللي هو التايم اللي البلد بيعدي من الارتري للفين يعني ثرو الكابيلاري برده هيزيد شويه. يبقى انا عندي في الانفاركشن الاثنين هيقلوا، الفلو والفوليوم، بينما في النمبره الفلو هيقل الفوليوم هيزيد شويه عشان في كولاترالز بدات تديني، والمين ترانزيت تايم البلد هياخد وقت شويه عشان يعدي من الارتري للفين. طيب هستغل الحكايه دي والجهاز هيديني مابس اللي هي البرفيوجن مابس. يعني انا في الحاله زي دي اللي هي البيكشر بتاعت السيريبرال بلاد فوليوم ودي البلاد فلو. الفوليوم اداني في حته اوف ديكريز فوليوم في الليفت تمبرال، ودي كورسبوند لايه؟ الفوليوم هنا كورسبوند للانفاكشن، يعني السيل اللي الديث سيل ديث ده اللي هو الانفاكشن. طيب الفلو هنا اداني رينج اعلى او مساحة اكبر من الفوليوم. الفرق ما بينهم هي دي النمبر. تاني الفوليوم دي كلها حاجات اوتوماتيك جنريتد من الماشين. انا الفوليوم هنا اداني ديكريز برفيوجن في الليفت تمبرال، وده الانفاركتد او ده الكور بتاع الانفاركشن نفسه. الفلو اداني رينج كبيرة، مساحة اكبر، كلها ديكريز فلو. الفرق ما بينهم هو ده النمبر، يعني اللي بره ده التيشو ات ريسك، واللي جوه ده التيشو اللي مات اساسا. اوكي طيب اجين برضو نفس حاله تانية، انا عندي الفوليوم اللي هي الكور اوف ذا انفاركشن على الرايت سايد، الفلو اللي هي سيريبرال بلاد فلو ماب منطقه اكبر، والمين ترانزيت تايم منطقه اكبر، احنا قلنا دول بيزيدوا، فالفرق ما بينهم هو ده النمبر او التيشو ات ريسك. الماشينز الحديثه بتديني حتى الفرق ده في كلر ماب زي ما انا شايفه. يعني انا عندي هنا في النان كونتراست سي تي في حته صات الهايبودينستي، عملت البرفيوجن اداني ديكريز برفيوجن، عملت الفلو اداني منطقه اكبر اوف ديكريز الفلو. الماشين اوتوماتيك بتديني كلر ماب بتوضح لي الكور اوف ذا انفاركشن اللي هي الديث نفسه، والنمبر اللي هي التيشو ات ريسك، والمفروض ان انا ستيل تراي تو سيف ات. طيب كبروتوكول للسي تي في اكوت ستروك، عندي عيان جالي في اكوت ستروك، هعمل ايه؟ طبعا هعمل نون انهانسد سي تي الاول عشان اشوف اذا كان في هيموريج ولا لا. هيموريج انا مش بعمل له حاجه خالص. هنفترض ان مفيش هيموريج، هكمل سي تي بيرفيوجن والسي تي اي. السي تي بيرفيوجن احنا قلنا بعمله ب 50 مللي كونتراست، السي تي اي ب 60 مللي، يعني الاثنين مع بعض بتاعت 110، مش كتير قوي. السكان تايم تقريبا في دقيقه او يعني حاجه فيري كويك. هي طبعا الايشيو بتاعي اللي هو بتاع الكيلو فولت والميلي امبير اللي هي الراديشن عندي، بس انا بتكلم في حاجه لايف سيفنج، فمش هنتكلم بقى على الراديشن، وطبعا الراديشن عالي شويه، انما كوست بينفيت ريليشن شيب. طيب هاجي على الام ار. الام ار في التي 1 نفس الكلام اللي انا قلته في السي تي، بس هقلبه على الام ار. يعني انا هيبقى عندي هايبو انتنس اريا في تي 1، لو هي واصله لغايه الكورتكس هتبقى فيه كورتيكال سويلنج، دايرال سويلنج، وافيسمنت، وال ديفينيشن بالجراي وايت ماتر نفس الكلام. في تي 2 هتبقى هايبر انتنس اهي، وانا شايفه ان في هنا افيسمنت للكورتيكال سلساي بالمقارنه بالجهه الثانيه، يبقى نفس كلام السي تي هقلبه، بس هتبقى هايبو وهايبر. الفلير كان ديتكت في اول 6 ساعات،
يقدر يعني من اول 6 ساعات فما فوق هيديني هايبر انتنس سيجنال اللي هي الانفاركشن. يبقى الفلير هيديني ديتكشن من 6 ساعات فما فوق. وعلى فكره الفلير ممكن يديني دوت ساين برضه. يعني انا لو في منطقه السيلفيان ولقيت هايبر انتنس سيجنال دي بتبقى ثرومبس جوه الارتري نفسه. مهم ان انا اعمل في البروتوكول بتاع الاسكيميا الجريدينت. ليه الجريدينت؟ لان هو فيري سنسيتيف للهيمورج. احنا قلنا من 15 ل 25 ممكن الاقي هيموراجيك ترانسفورميشن خصوصا في اللارج او الميدل سايز انفاركشن. فهعمل هيموراج لانه الهيموراج على طول بيوضح. اللفظ اللي بيكتب اللي هو البلومنج، بلومنج بالعربي معناها تزدهر، يعني حاجه بتبقى واضحه جدا في بقيه الجريدينت. يعني انا هنا شايف ان في هنا انفاركشن، لارج انفاركشن بالتي 2 خلاص انا هكتبه انفاركشن وخلاص. انما هعمل جريدينت عشان اتاكد انا عندي فيه هنا جزء هايبو. الهايبو الجامد ده هو ده فيه هيمرش، بدا يحصل فيه هيمرش. اوكي طيب الكونتراست الام ار في تفصيل شويه عن السي تي. احنا قلنا السي تي رول اوف 2 2 2، هي نفس الكلام هطبق الرول دي ان هو هيبتدي يظهر بعد يومين، البيك عند اسبوعين وهيختفي بعد شهرين، بس في كلام شويه بقى بالتفصيل. احنا قلنا انه الانترافاسكولار انهانسمنت هيبان انهانسمنت جوه الفيسلز اذا كان في كولاترالز او سلو فلو انتي جريد لسه فلو. لو ما فيش كولاترالز والفيسلز مقفوله تماما يبقى مش هيبان لي اي انترافاسكولار انهانسمنت. طيب عندي برضو بيحصل مينينجيال انهانسمنت، المينينجيز اللي جنب الاريا دي بيحصل لها انهانسمنت. الكلام ده بيبتدي من 24 ل 48 وبيقعد 3 4 ايام. ده ما اقدرش اشوفه في السي تي. البارينكيمال اللي هي الجايرال زي اللي احنا شفناها في السي تي نفس الكلام بتاعها. يبقى انا هنا زودت تفصيله في الام ار اللي هي المينينجيال انهانسمنت لان دي مش هقدر اجيبها في السي تي. ونفس الكلام عندي اللي هي الجايرال انهانسمنت هيطبق عليها نفس القاعده. طيب الديفيوجن، الديفيوجن هيبين لي الانفاركشن من اول نص ساعه. يعني من اول نص ساعه فما فوق يبقى هيبقى سنسيتيف في الديفيوجن. احنا قلنا الفلير 6 ساعات لكن الديفيوجن، وعشان كده هو بيزود السنسيتيفيتي لغايه 95 واكتر ان الديتكشن في الايرلي انفاركشن. يبقى من اول 30 دقيقه فما فوق ايه اللي هيبان لي بقى؟ هيبان لي ريستريكتد ديفيوجن، يعني هيديني هايبر انتنس سيجنال في الديفيوجن. وفي الكورسبوندنج اي دي سي ماب لازم يديني هايبو انتنس سيجن. يبقى ده ريستريكتد ديفيوجن. ليه؟ عشان في سيل ديث وفي سايتوتوكسيك اديم. كل القصه في السايتوتوكسيك اللي هي الانترا سيلولار اديم. يبقى الديفيوجن في الاكيوت هيديني هايبر انتنس ساين وهيديني في الاي دي سي ماب هايبو انتنس سيجنال. الكلام ده بيظهر امتى؟ بيقعد من تقريبا من اول ما يظهر من اول الستروك لغايه 5 ايام. وبعد كده تبتدي الهايبو انتنس سيجنال دي تزيد شويه لغايه ما تبقى نورمالايزد. اوكي؟ طيب هل الديفيوجن لو فولس نيجاتيف ممكن ما يبانش معايا؟ في لو فولس نيجاتيف في البوستيريور فوسا ليجنز ساعات، او في ستيل فايبل تيشو. الديفيوجن يا جماعه كورسبوند للسيل ديث، يعني اللي بيبان ده هو سيل ديث. لو ستيل في فايبل تيشو ممكن ما يبانش قوي، او في البوستيريور فوسا ليجن. زي ما قلنا هي القصه كلها في السيتوتوكسيك اديما وهي دي اللي بتعمل لي ريستريكشن. وهي كورسبوندنج للاسكيميك كور او الجزء اللي مات، الجزء الديف سيل ديث. في يعني حاجات كتير بيستخدموا الديفيوجن عشان افرق ما بين الاديما دي اللي هي السيتوتوكسيك. ومثلا لو انا عندي بيشنت عنده تيومر وعمل له ريسكشن ودخل في ستروك بعدها، هل ولقيت اديما، هل الاديما دي فازوجينيك من التيومر ولا من الاتشال ولا سيتوتوكسيك اديما ان هو دخل في انفاركشن؟ فالديفيوجن هيفرق لان الفازوجينيك نوت ريستريكتد، بينما السيتوتوكسيك هي هتديني ريستريكشن. اوكي؟ هنخلي بالنا ان زي ما احنا قلنا ان الاي دي سي دي لها كيرفات. هي بتبتدي احنا قلنا الديفيوجن سنسيتيف من اول 30 منت لغايه مده 5 ايام. ده اللي هيديني ايه؟ هايبر انتنس سيجنال، وفي الاي دي سي ماب لو سيجنال. ده الريستريكشن. اوكي؟ ده لمده 5 ايام. طيب بعدها هتبتدي تعلى شويه لغايه ما تبقى ايزو في خلال اسبوع. يعني على اسبوع كده هلاقي في الاي دي سي ماب انها بقت ايزو مع بقيه البرين. وهنا ستيل شويه ايه؟ في هنا هايبر انتنس سيجنال. بتقعد الكلام ده في حدود 4 5 شهور عشان تديني بعد كده اريا اوف جلايوزز وتديني هايبر انتنس سيجنال. ماشي؟ دي بعد تقريبا من ويكس لمانثز، وفي ناس قالت انها في حدود 4 5 شهور. يبقى تاني الاي دي سي تشينجز، انا ببتدي في خلال 30 دقيقه
وبتستمر معايا لغايه 5 ايام، اللي هي هايبر انتنس في الديفيوجن ولو سيجنال في الاي دي سي ماب. بتبتدي السيجنال تبتدي تعلى تعلى شويه، بتبقى ايزو على اسبوع، وبعدين بتقعد فترات طويله تاخد شهور لغايه ما تبتدي تعلى تاني، واللي احنا بنسميه تي 2 شاين ثرو، اللي هي انها تديني في الاي دي سي ماب هايبر انتنس سيجنال، يعني ده مش ريستريكتد خالص. في كلام جديد على الام ار اس في الانفكشن، هو مش جديد الحقيقه ولا حاجه، انه انا عندي هنا النورمال سبيكترا بتاعتي، طبعا ال ان اي اي عالي جدا لان ده الكورسبوندنج للسيل، وفي مينيمال اماونت اوف لاكتيت. طيب في الانفكشن ايه اللي هيحصل؟ الليفيتد اللاكتيت وديكريز ال ان اي اي، طبعا منطقي عشان انا ببتدي سويتش لانيروبيك ميتابوليزم، فاللاكتيت هيبتدي يعني هيديني دوبلت لاكتيت انفرتد بالشكل ده، واللاكتيت بيبان لي عند 1.3 في السبيكتر. فانا لو جيت على 1.3 هبتدي الاقي لاكتيت بيك بس نزل تحت انفرتد ودوبلت، ده في الاكيوت انفكشن. الكلام ده ممكن يقعد برضو في حدود 3-4 ايام وبعدين يبتدي نورمالايزد شويه في خلال اسبوع. نورمالايزد معناها ايه؟ زي ما انا شايفه هنا ان ال ان اي اي قليل بالمقارنه بالنورمال، يبتدي يعلى ال ان اي اي بعد اسبوع. مش باين عندك؟ طيب انا هشرح لك ان ال ان اي اي لو خالص، يعني صغير، يعني هو ده الطول اللي موجود بالمقارنه بال ان اي على اللي هي النورمال. اوكي، واللي هنا لاكتيت دروبلت نازله لتحت ولها دروبلت بيك، لها دبل بيك، اللي هي اللاكتيت اللي هي الكورسبوندنج اساسا بيبقى عندي هنا مينيمال اماونت اوف لاكتيت. يعني ال ان اي اي بيقل واللاكتيت يبتدي يزيد. الكلام ده هيستمر في حدود لغايه 5 ايام وبعدين هيرجع اللاكتيت يقل تاني لو انا السيل ديث بطلت، والان ايه يبتدي يزيد تاني مع الريجنريشن لغايه 5 ايام. لغايه 5 ايام حبيبتي. زي ما احنا قلنا ان اللاكتيت عند 1.3 في السبيكترا، والان ايه طبعا احنا عارفين انها عند 2. طيب الام ار اي زي السي تي اي احنا قلنا، بس الام ار اي ان انا بقدر اعمل اسيسمنت للاكسترا كرينيال سيركوليشن كمان، هناك كانت الانترا كرينيال بس، هنا هقدر اعمل اكسترا كرينيال والانترا كرينيال. نفس الكلام طبعا هشوف الفيسل الاوكلودد فين، كومبليت اوكلوجن ولا لا، زي ما انا شايفه هنا كل الانترنال سيريبرال مفيش ولا انتيريور ولا ميدل. هنا في عندي ستينوزس في الميدل، هنا البازيلر في فينت فيلينج. طبعا الام ار اي انا بستخدم التايم اوف فلايت او كونتراست انهانسد، ودايما الكونتراست انهانسد بيبقى مور سنسيتيف عن التايم اوف فلايت. البرفيوجن ام ار، البرفيوجن انا ممكن اعمله في الام ار سواء هستخدم كونتراست او ما استخدمش. لو انا هستخدم كونتراست نفس الفكره بتاعه السي تي بس بدخل معايا الديفيوجن. احنا قلنا الديفيوجن بيديني فكره عن الاسكيميك كور اتسلف، يعني التيشو ديث اتسلف. البرفيوجن في الام ار هيديني لارجر اريا اللي هي شامله النمبره او التيشو ات ريسك، وبرده السبتراكشن ما بينهم هيديني السايز بتاع النمبره بالظبط، وبيسموها ديفيوجن برفيوجن ميس ماتش. يبقى انا بستخدم في الام ار ديفيوجن برفيوجن ميس ماتش. الديفيوجن لوحده هيديني الكور اوف ذا انفاركت، البرفيوجن هيديني لارج اريا شامله الاثنين، والسبتراكشن بتاعهم وطبعا الاجهزه بتديها لي كالر ماب هيديني بالظبط الكور ايه الانفاركت كور والنمبره ايه بالظبط. طيب احتمالاتي ايه؟ لو الاثنين قد بعض الديفيوجن والبرفيوجن يبقى ايه؟ يبقى انا عندي انفكشن بس ما عنديش نمبر، كله ميت ما فيش حاجه لسه هقدر انقذها. طيب لو زي الحاله دي البرفيوجن اكبر يبقى انا عندي نمره واي شود تراي ماي بيست تو سيف ذا بيشنت. طيب لو الديفيوجن اكبر من البرفيوجن يبقى انا عندي ايرلي ري برفيوجن، يبقى الكولاترال اشتغلت وبدات تو سيف اكتر الكور بتاع التشو. اوكي؟ ايوه يعني ممكن كونتراست عشان البرفيوجن، انا باخد صوره الديفيوجن انا عاملاها الاول وبعدين بحقن وباخد صور البرفيوجن واعمل ميس ماتش ما بينهم اشوف اذا كان في ميس ماتش ولا لا. ممكن اعمله برضه من غير الكونتراست. ده الجواب بتاعك اهو. اللي هي نان كونتراست برفيوجن اللي هي الارتيريال سبين ليبلنج.
هي المفروض انها في الاجهزه الحديثه ان انا بستخدم فكره البرفيوجن بس من غير كونتراست. بعمل ايه؟ ان انا بجيب من تحت خالص، يعني انا دلوقتي السيركيليشن طالعه من النيك لغايه فوق، فانا بجيب من عند النيك وبدي راديو فريكوانسي ويف بتغير البولاريتي بتاعه الووتر اللي في البلاد فيسلز اللي في الارتر. اوكي، وبقدر اعمل لها ديتكشن بقى بفيزيكس معينه. انا بس هي خلاص هي غيرت البولاريتي بتاعتها ودخلت عامل برفيوجن اللي جوه البرين تيشو، وبصور انا التغيير ده وبكون مصوره النورمال ستيت، بطرحهم من بعض هيديني برضو برفيوجن مابس. تاني النون كونتراست برفيوجن اللي هو اسمه ارتيريال سبين ليبلنج، ده اخترعوه عشان تسيف الكونتراست. انا افرض العيان فيلير ولا حاجه، رينال فيلير، فانا مش هستخدم فيه كونتراست، انا بستخدم راديو فريكوانسي ويف. الاول باخد سكان عادي وبعدين ابلاي راديو فريكوانسي ويف، هتغير البولاريتي بتاعه الووتر مولكيولز اللي جوه الارتري. خلاص الووتر مولكيولز دي اتغيرت فدخلت وعملت لي برفيوجن للبرين، فهصورها على التغيير ده واطرح الصورتين من بعض، الفرق ده هيديني كانه كالر مابس. طبعا السنسيتيفيتي اقل شويه من الكونتراست، دايما احنا قلنا الكونتراست في اي حاجه هو مور سنسيتيف. زي انا عندي مثلا الحاله دي، انا عندي في الديفيوجن في هايبر انتنس سيجنال، في ريستريكشن. لو انا عملت الام ار اي الفيسلز هنا الميدل سيريبرال يعني اتينيويتد شويه، لكن في الارتيريوس سبين ليبلنج الاي اس ال عندي هايبو برفيوجن في كل الليفت هيمسفير. في حاله ثانيه يعني انا عندي هنا بالكونتراست شايفه ان في ما يسمى باللكشري برفيوجن، يعني انا شايفه ان الفيسلز هنا كتير اكتر من النورمال، يعني ده عشان الكولاترالز اللي اشتغلت. ففي الماب بتاعتي في البرفيوجن ماب ان انا في لكشري برفيوجن يعني انكريس برفيوجن في الجزء جنب الفرونتال لوب، بينما الجزء التمبورال والبرايتال فيهم ديكريس برفيوجن. يبقى انا ممكن اعمل برفيوجن واحصل على برفيوجن مابس من غير كونتراست عن طريق الاي اس ال، مجرد ان انا بغير البولاريتي بتاعه الووتر مولكيولز اللي جوه البلاد فيسلز. طبعا الادفانتج بتاعتها ان انا مش بستخدم كونتراست، بس الديس ادفانتج ريديوس سيجنال تو نويز ريشيو، طبعا يعني الايمج في النهايه هتبقى اقل كتير من كواليتي. ولو العيان عنده اي مشكله كاردييك وهيغير لي الفلو بتاع الارتري يعني نفسه، ده هيغير على الايمج، هيأثر على الايمج بتاعتي، فهي مش ثابته يعني ما اقدرش اعمل لها كاردييك جيتنج قوي، ف اي هيمودايناميكس تشينجز هتاثر على الصوره عندي. كده احنا غطينا مور اور ليس الاكيوت انفكشن. طيب هنتكلم على حاجه اللي هي سب اكيوت انفكشن. انا عديت 3 ايام، الانفكشن ده هيبان لي ازاي؟ في النون كونتراست سي تي طبعا من 3 لغايه اسبوعين، انا بتكلم بقى كلمه سب اكيوت اللي هو من بعد ال 3 ايام اللي هي الاكيوت، ودخلت في اسبوعين. التيبيكال ابييرنس بتاعي بقى اللي هي الويدج شيب، هايبودنس اريا، كورتيكال وسب كورتيكال، ولو لارج سايز هيبقى معاها ماس افكت وافيسمنت للكورتيكال سلساي والابسي لاترال فنتركل. ال ديفينيشن للجراي والوايت ماتر، احنا قلنا ان فيها ماس افكت، زي ما احنا نفتكر انه من 15 ل 45% ممكن يحصل عندي هيموراجيك ترانسفورميشن وهلاقي دوتي اريا اوف هيمج. طيب بالكونتراست سي تي نفس الحكايه، نفس الرول اللي هطبقها 2 2 2، انه برده طبعا كده انا خلاص هو بعد يومين، فالمفروض انه هيبان على طول عندي بقى الانهانسمنت، الدايره الانهانسمنت، وهتستمر لغايه شهرين وتختفي. في الام ار تي 1 وتي 2 نفس الحكايه، نفس الكلام بتاع السي تي هطبقه، هايبو انتنس سيجنال والثانيه هايبر، برده الاديما والماس افكت افيسمنت اوف سالساي والفنتريكولار سيستم، الماس افكت على الاستراكشر اللي حواليها. برضو هاخد بالي اذا كان في اريز اوف هيمرج ولا لا، وبالتالي لازم برضو اعمل جريدينت عشان اشوف بلومينج اذا كان في هيمرجيك اريا ولا لا. الفيلير زي ما قلنا هيديني هايبر انتنس سيجنال في الانفكشن، وممكن في الارتري ستيل اذا كان في ثرومبس هيديني زي الدوت ساين اللي هي ثرومبس جوه الارتري. الديفيوجن احنا قلنا يعني لسه هيستمر معايا بتاع يومين كده، ان هي لسه انها ريستريكتد، هتديني هايبر انتنس سيجنال في الديفيوجن وفي الاي دي سي ماب ستيل هايبو، وبعدين على مدار الايام القادمه انه هتبتدي الهايبو انتنس سيجنال في الاي دي سي ماب تبتدي تعلى شويه لغايه ما توصل ايزو. في حاجه مهمه في الصاب اكيوت والكرونيك اسكيميا لازم اخد بالي منها، اسمها الولاريان ديجنريشن.
انه اما بيحصل انسلت في اي بارت في البرين ساعات بعد فتره يعني بعد دايز اور ويكس بيحصل انتي جريد ديجنريشن، يعني الاكسون بتاع الفايبر كله يبتدي يحصل له ديث لغايه ما يوصل لغايه الكورت، بياخد كل الكورتيكو سباينال تراكت يعني من اول فوق من اول السنتر في البرين لغايه وهو ماشي في البرين ستيم لغايه ما يوصل لغايه الكورت بيحصل له ديجنريشن يموت. ده اللي هي انتي جريد ديجنريشن. الكوز بتاعهم يعني مش كومبليتلي اندرستود. اللي هي الافكشن للكورتيكو سباينال تراكت اللي هي بتاخد من السنتر اللي فوق في البرين وتمشي في الانترنال كبسول وبعدين تمشي في البرين ستيم في الفنترال اسبيكت قدام في الفنترال اسبيكت بتوصل عند المظلة بيحصل ديكاسيشن وبعدين بتكمل تحت لغاية الكورت. طب اهميتها ايه الكلام ده عندي؟ ان انا عندي لو في حالة صاب اكيوت لازم ابص كويس قوي على البرين ستيم اذا كنت هلاقي فيه تشينجز ولا لا. طبعا الكلام ده في الام ار سي تي مش هيبان معايا الحاجات دي. يعني انا عندي هنا مثلا البيشنت ده حالة صاب اكيوت عندي لارج اريا اوف انفاركشن في التيمبرال ودخل على الاوكسيبيتال ولقيت ان في عندي ابنورمال سيجنال في الفنترال بارت بتاع الميد برين هيبقى على طول اشك ان في حصل واليريان ديجنريشن في الابسي لاترال كورتيكو سباينال تراكت. اوكي الكلام ده مهم ليه؟ لان العيان عاده بيبقى خلاص احنا عدينا الصاب اكيوت ستيج وممكن يبقى فيه لكشري برفيوجن وكل حاجه بس ستيل كومبليننج بالعكس الكومبلينس ممكن تزيد فانت مهم انك تقول للفيزيشن بتاعه لا ده هو حصل له حاجه كمان ان هو حصل له واليريان ديجنريشن. يبقى انا عندي لازم ابص كويس قوي على البرين ستيم اللي جنب الليجن وهشوف اذا كان في ابنورمال سيجنال ولا لا. زي ما انا شايفه هنا ده كده الانفاركشن وهلاحظ ان في مش عارفه باين عندكم ولا لا ان في هنا هايبر انتنس سيجنال اللي هي التراكت بقى الكورتيكو سباينال تراكت وهي معديه في الانترنال كبسول ونازله على البرين ستيم كل دي فيها ابنورمال سيجنال عشان حصل فيها ديجنريشن. طيب عندي حاله هنا ظريفه البيشنت ده جاي لي بونتاين انفاكشن وبعد 6-7 ايام الكونديشن بقت ورس. ايه اللي حصل؟ ان انا عندي هنا في الفنترال بارت احنا قلنا بدور في الفنترال بارت الابسي لاترال كورتيكو سباينال تراكت فيها ابنورمال سيجنال يبقى انا شكيت ان في واليريان ديجنريشن بس لاحظت ان في السيريبيلر بدانكلز او بيسموها البونتو سيريبيلر فايبرز الاثنين فيهم ابنورمال سيجنال. احيانا بتمتد السيجنال دي للبونتو سيريبيلر بدانكلز ونبص على الجهتين. طب ليه على الجهتين؟ طب انا اكسبت ان هو هيبقى على الرايت سايد اللي جابه على الليفت سايد لان نورمالي في ديكاسيشن في الفايبرز دي زي ما احنا شايفين في الصوره اهو باينه اعتقد ان الفايبرز اللي في البونز بتعدي في البوث سايدز فممكن افكشن في جهه تتنقلي برده على الجهه الثانيه او يحصل لي انجري في الجهه الثانيه. المسج ايه بتاعتي؟ ان انا لما يكون عندي ليجنز في البرين ستيم very carefully look for both sides. ممكن يكون حاجة في البرين وعاملة ابسي لاترال كورتيكو سباينال تراكت او حاجة في البرين ستيم نفسها وخصوصا قرب البونز ان انا ادور على الجهتين غير الكورتيكو سباينال تراكت اللي هي البونتو سيريبيلر او السيريبيلر بدانكلز لانه بيحصل ديكاسيشن والفايبرز الاثنين بيعدوا على الجهتين. اوكي معايا؟ طيب في الكونتراست زي ما احنا قلنا زي السي تي برضه هطبق الرول في 2 احنا خلاص هنا هبتدي الكونتراست عندي هيبان. قلنا الانترافاسكولار انهانسمنت ده هيبان اذا كان في كولاترالز. البايل انهانسمنت هيبان بعد يومين وبعدين الجايرال انهانسمنت اللي احنا قلنا بعد يومين وبعدين البيك اسبوعين ويختفي بعد شهرين. طيب زي ما احنا شايفين هنا جايرال انهانسمنت نفس الحكايه وده جايرال انهانسمنت. الام ار اي نفس الكلام ان انا هشوف هعمل كومبليت اسسمنت للفيسل شوف الاكلوجن فين. الام ار اس في الصاب اكيوت برضو انا اللاكتيت هيبتدي لسه ستيل هيكون عالي لان احنا قلنا التشينجز دي بتقعد في حدود مثلا 5 ايام برضو والان اي اي قليل بس هيبتدي يعلى تدريجيا لو السيل ديث بطلت. في حاجه اسمها الاسكندنافيان ستروك سكيل على فكره ده كلينيكال بس يعني انا فتحته هو كله عباره عن موتور اكتيفيتي ابر ليمب لور ليمب كونشس جيت مش يعني حاجات كلينيكال اسيسمنت الكلينيشن بيكتبها ولقوا ان لها كوريليشن مع الان اي اي يعني لو السكور ده عالي يبقى الان اي اي عالي بديهي طبعا الان اي ده هو سيل نيورونز نفسها فلو النيورونز لسه ستيل اكتف ستيل اديكويت يبقى هيديني السكور ده عالي.
في البرفيوجن لقوا ان السيريبرال بلاد فوليوم اللي هتبتدي انكريز في السب اكيوت ستيج، ودي ريفلكتنج ان هيحصل فيه ري برفيوجن وري كولاترز هتزيد. طبعا احنا لو وصلنا لمنطقه انكفالو ماليشيا يبقى هتبقى اساسا دي منطقه مفيش فيها بلاد فلو. الكرونيك ستروك خلاص انا وصلت لمرحله انكفالو ماليشيا او دي الاند ريزلت اوف برولونجد سيريبرال اسكيميا، يعني خلاص انا عندي سيل ديث تماما بقت اقرب الى سي اس اف وبيبقى حواليها جلايوزز. طبعا انا ما اقدرش اقول فايبروزز في البرين انما بس بستبدله بكلمه جلايوز. في النان كونتراست سي تي طبعا هتبقى هاي دنسي اريا ابروتشنج السي اس اف دنسيتي اللي بيحصل عشان هي لوست فوليوم، فالافسي لاترال فنتركل اللي جنبها هيبتدي يكبر هياخد المساحه، الكورتيكال سلسال اللي حواليها هيبقى فيه لوكالايزد اتروفي وهتكبر. هي طبعا انا لو اديت كونتراست ما بتاخدش انهانسمنت خلاص، هي يعني هعتبرها كانها سي اس اف. الحكايه برضو لو عملت سي تي اي ما فيش فيها فلو خلاص. الام ار تي 1 والتي 2 ايزو مع سي اس اف ماشيه ماتشنج مع سي اس اف، نفس الحكايه ان انا الابسي لاترال فنتركل هيبقى كبير، كورتيكال سلساي كبيره، الكلام ده زي ما انا شايفه ان حتى الابسي لاترال فنتركل بدا يكبر وهي بيورلي كانها سي اس اف. فايده الفلير بس ان انا بيبين لي الفلير هنا مهم ان هو يبين لي الاكشوال اريا اوف انفاركشن وخلاص انكفالو ماليشيا تماما والجلايوزز اللي حواليها. يعني انا عندي في الفلير عشان هو بيعمل سبريشن للسي اس اف سيجنال الحته الهايبر اللي زي السي اس اف دي خلاص دي الحته اللي فيها سيل ديف، انما الحته الهايبر البريفري ده جلايوزز، وده طبعا في التي 2 صعب ان هو يبان، صعب ان هم يفرقهم، انما في الفلير ده اللي السيكونس ده مهم جدا عشان يبان. طبعا برضو انا هكون ماشيه في البروتوكول بتاعي الجريدينت اذا كان في اي حاجه فيها هيمورج ولا لا. الديفيوجن خلاص هي كاني هعتبرها سي اس اف فما فيش ريستريكشن، ما فيش انهانسمنت، ما فيش فلو، وما فيش اي سبيكترم. في الام ار اس ما فيش ميتابولايتس، يعني انا حته فاضيه ما فيش فيها ميتابولايتس. طيب في مصطلح احنا بنستخدمه لاكنر انفاركتس، عايزين دقيقتين ولا نكمل؟ طيب اللاكنر انفاركتس بس انا لازم اكون عارفه ان هو المصطلح ده ان انا بستخدمه في البيزل جانجليا والثلمس، بيكون عندي سمول انفاركشن في البيزل جانجليا والثلمس، بس هي عاده بتبقى اسوشيتد مع برضو وايت ماتر اسكيميا. فانا لو طلعت فوق في البرايتال في السنترم سيمي اوفال هلاقي ان في وايت ماتر اسكيميا، بس كمصطلح المفروض ان كلمه لاكنر هي في البيزل جانجليا والثلمس، انفاركشن في البيزل جانجليا والثلمس، وينطبق عليها كل اللي احنا قلناه قبل كده في الاكيوت، يعني سمول ويل ديفايند ذا هايبودنس اريا. في الكونتراست طبعا في الايرلي ممكن تاخد انهانسمنت باتشي انهانسمنت، في الليت لا. الام ار نفس الحكايه، في التي 1 هايبو وهايبر في التي 2 الفلير هايبر. الديفيوجن لو هي اكيوت ممكن يحصل لي فيها ريستريكشن، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الاكيوت انا هطبقه هنا. في الكونتراست انهانسمنت عاده الام ار اي بيبقى نورمال لانه ده بيبقى حاجه فيري سمول فمش ديتكت بالام ار اي. في برضو مصطلح اخد بالي منه اللي هو الهايبوتنسيف انفاركشن خصوصا في النيونيت، نيونيتال اسفيكسيا او النيونيتال اللي بيجي لي البيبيهات في الحضانه والكلام ده، ده عاده بيبقى هايبوبرفيوجن، يعني حصل ديورنج ديليفري انه البلاد سبلاي قل فهيديني انفاركشن. الانفاركشن ده شويه لو تيبيكال اجا سبيسيفيك انه بياخد ثلاث اماكن كاركترستيك ليه، اللي هي الكورتيكال ويدج شيبد دي اللي هي الكورتيكال والسب كورتيكال، بس بتبقى في الووتر شيبد اريا. كلمه ووتر شيبد يعني ايه؟ اللي هي ما بين التريتوري في ميجر فيسلز، يعني ما بين الانتيريور والميدل او ما بين الميدل والبوستيريور وهكذا. فانا عندي اجزاء من الكورتكس كورتيكس وسب كورتكس بس في الاماكن الووتر شيبد زي ما انا شايفه هنا، هنا جانكشن بتوين الانتيريور والميدل هلاقي كله فيه انفاركشن. طيب في حاجه تانية بياخد الديب وايت ماتر والديب نيوكليار اللي هي البيزل جانجليا، هنا برضو ووتر شيد نفس الشيء. في الديب وايت ماتر اللي هي منطقه السنترم سيمي اوفال بيبقى كانه بيدد، يعني كان حاجات كده نقط كده اللي هي بيدد او سترينج اوف بيرلز ابييرنس زي عقد اللؤلؤ او بيدد ابييرنس بالمنظر ده، ده في الوايت ماتر زي ما انا شايفه في الديفيوجن. يبقى انا مهم عندي في النيو نيتس ان انا اعرف ان الكوز هايبوتنسيف وبالتالي ادور على الحاجات السبيسيفيك دي، هدور على الووتر شيد انفاركشن وهدور على الوايت ماتر
اسكيميا او انفاركشن اللي هي بتديني منظر البيدد، ولازم اعمل له فولو اب. ليه؟ لانه عاده البيبيهات دي لايبل انه يحصل لامينار نيكروزز كورتيكال او سودو لامينار نيكروزز اللي هي بيديني هايبر انتنس سيجنال في تي 1 من غير كونتراست، يعني سواء الهيموريج او كالسيفيكيشن، يعني الكوز مش كوركتلي نون. انما في تي 1 من غير كونتراست ليتر اون لايبل لتو ديفلوب لامينار نيكروزز، فمهم ان انا اعمل فولو اب للحالات دي. طيب كديفرنشال دياجنوزز الستروك، عندي حاله فيها لارج ستروك، انا افرق بايه؟ الاول اخلي بالي ان الهايبر دنس فيسل ساين اللي هي الكورد والدوت، برضه البيبي هات عشان الهيماتوكريت عالي وبيبقى عنده بوليسايسيميا اساسا بيبقى منظر الساينس بيبقى شويه هايبر دنس، فدي كده نورمال في الاطفال. ممكن لو في فنت كالسيفيكيشن برضه في الاول لازم اكون باصه كويس. طيب الهايبودينستي البارينكما الهايبودينستي دي بفرقها بثلاث حاجات مهمه جدا، اذا كان نيوبلازم ولا فينس انفكشن ولا انفكشن. طبعا نيوبلازم في الديفيوجن هيديني فازوجينيك اديما، الاديما مختلفه في الانفكشن سايتوتوكسيك وهتبقى ريستريكتد، بينما في المالجنسي الاديما نوت ريستريكتد. الانهانسمنت مش هيبقى دايرال، في الغالب هيبقى باتشي. وطبعا يعني انا لو عملت فولو اب، بس مش مفروض ان انا استنى في التيومر يعني عشان اعمل له فولو اب، بس يعني لو عملت فولو اب ان هو الموضوع بروجريس. يبقى اهم حاجه في الديفيوجن ان الاديما مختلفه تماما والانهانسمنت مش جايرال ده باتشي. طيب الفينس انفاركشن يعني انا عندي هنا مثلا دي كده اللي هي ده استروسايتوم. اوكي طيب الفينس انفاركشن اساسا ده ما بياخدش تريتوري معروف، يعني انا مش هلاقي تريتوري بتاعت الانتيرور او الميدل او لا، وفي الغالب هيمورراجيك، يعني لازم الاقي فيه هيمورراجيك وبيوصل لغايه الديب ستراكشرز. وعاده بيبقى فيه كوز واضح، يعني سواء تروما، هايبر كواجلابل ستيت، ديهايدريشن، بريجننسي، الكلام ده يعني. اوكي طيب ده اللي هي الفينس. الانكيفالايتس برضو الاديما اللي فيه الانفكشن، الاديما فازوجينيك وليست سايتوتوكسيك. برضه نون فاسكولار ديستريبيوشن طبعا هشوفها واخده الكورتكس، يعني ملهاش الفاسكولار تريتوري. الانهانسمنت ممكن يبتدي دايري فورم، بس المفروض ان هو ويز ديفلوبمنت هيديني بعد كده رينج اذا كان حصل ابسس او باتشي اذا كانت انكيفالايتس. يبقى ده اهم ثلاث حاجات تكون في دماغي اعمل ديفرنشال دايجنوزز ليها وانا بتكلم على انفاركشن. كده الارتيريال احنا خلصناه. طيب في حاجه مهمه اللي هي الفينس انفكشن، ما ده برضو ستروك. الفينز اللي في البرين في ثلاث اماكن مهمه اللي هي الديورال ساينس والكورتيكال فينز والديب فينز اوف ذا برين. هنبتدي بالديورال ساينس. هناخد نفس عميق الاول. طيب الديورال ساينس طبعا احنا عارفين الفينس اناتومي اوف ذا برين. في النان كونتراست هيبان لي هايبر دنس الديورال ساينس او اللي اسمها كورد ساين، يعني الثرومبس جوه الساينس، فهتديني في النان كونتراست سي تي هايبر دنس. زي ما انا شايفه انا عندي هنا نان كونتراست، كل الترانسفيرس ساينس اللي على الليفت سايد فيه هايبر دنس مش موجود على الرايت سايد. دي ما تعديش طالما مش بيبي، يعني لو بيبي ممكن اخد الموضوع كوشس شويه، لكن ادلت لا. يبقى ده هنا فيه سيجنال ده ثرومبس. ادور على ايه؟ على الفينس انفاركشن، يعني الساينس ده ما يقفل هيضرب لي منطقه اللي هي السبلاي بيها او الدرين لها تعمل لي فينس انفاركشن. يبقى ادور على منطقه في البرين بارينكيما نفسها حصل لها فينس انفاركشن هيموراجيك، كومن لنا هيموراجيك ومش واخده تريتوري بتاعه نون ارتري زي ما انا شايف. يبقى انا عندي هنا ثرومبس في الساينس، وفي هنا عندي في الليفت تمبرال في اريا اوف هعتبرها بقى ده فينس انفاركشن، وفي حته هيموراج. اوكي اما اطلع فوق شويه هيبان لي اكتر، يعني على بالنسبه للبيشنت ده دي منطقه الفينس انفاركشن. يبقى انا لو لقيت شكيت في الساينس لازم ادور على اذا كان عمل فينس انفاركشن ولا لا. يبقى في النان كونتراست سي تي هبص على الساينس هلاقي الكورد ساين، الفينس انفاركشن في البارينكيما نفسها، كورتيكال وسب كورتيكال، بتيكيا الهيمورج مشهوره والاديما طبعا، ومش واخده تريتوري معين. لو البلاد فيسلز دي هنقولها بعد كده في الديب فينز اللي هي لو واخده الانترنال سيريبرال يبقى هتديني ثلاميك وبيزل جانجليا انفكشن، دي هنقولها كمان شويه.
انا عندي هنا في البوست كونتراست طبعا الحاجه المشهوره اللي احنا عارفينها اسمها امتي دلتا ساين، يعني الساينس بيملى ما عدا الجزء اللي فيه ثرومبس، فبتديني حته كانها فيلنج ديفكت جوه الساينس اللي هي الامتي دلتا ساين، دي بتبان في 25-30% من الحالات. المفروض ان الساينس اللي حواليها بيبقى الريجولار وشاي كده عشان طبعا الثرومبوزز وهيحصل فيه كولاترال سيركيوليشن. يبقى في البوست كونتراست الامتي دلتا ساين دي المهم ان انا ادور عليها. سي تي فينوجرافي برضو هيبين لي اذا كان في فيلنج ديفكت، ان انا هرسم الفينز بتاعه البرين واذا كان في فيلنج ديفكت ولا لا. انا عندي هنا امتي دلتا ساين وامتي دلتا ساين. طيب في بالنسبه للام ار التي 1 والتي 2 بيعتمد على الستيج، طبعا احنا عارفين ان الثرومبس في الام ار بتعتمد على الستيج بتاعها، او يعني اذا كانت هايبر اكيوت اكيوت سب اكيوت الكلام ده، طبعا السيجنال احنا عارفين سيجنال تشينجز ايه. فانا عندي مثلا في تي 1 لو اكيوت هتديني ايزو، في سب اكيوت هتديني هايبر، في تي 2 نفس الحكايه هتبقى اكيوت هايبو، في سب اكيوت هايبر. المهم يعني انه هتبقى السيجنال كورسبوند للايج بتاع الثرومبس دي. انا عندي هنا في تي 1 في هايبر انتنس سيجنال، يبقى انا اتوقع ان انا في ايه حاجه سب اكيوت. نفس الحكايه هنا في السيجمويد في تي 2 الثرومبس في الساينس نفسه. طبعا برضو مهم ان انا ادور على البارينكيما نفسها اللي هو زائد الفينس انفاركشن، انا ادور على الفينس انفاركشن نفسه. هيبان لي طبعا هايبر انتنس في تي 2 زائد اريا اوف هيمرج، وبالتالي الجريدينت مهم جدا في حالات الساينس ثرومبوزز لانه عاده دي هيمرجك، فلازم اعمل جريدينت هيديني هايبر انتنس، والحتت الهايبو اللي بتبقى باينه دي يبقى فيها هيمرج. يعني انا عندي هنا في هنا هيمرج فينس انفاركشن في الرايت تمبروبارايتال ريجن، ولو كملت فوق شويه في الكات اللي فيه البوديز نهايه البوديز هلاقي هنا هايبو انتنس سيجنال، دي ثرومبس. ثرومبس دي فين؟ ده الانفيريور ساجيتال ساينس. اوكي يبقى انا عندي الحاله دي ان انا الاقي ثرومبس في الانفيريور ساجيتال ساينس وفي فينس انفاركشن. البروتون طبعا هيديني انترميديت سيجنال، الفلير هيديني هايبر انتنس سيجنال، وبرضه الفينس انفاكشن هيديني هايبر. يبقى يعني انا بعلق في الديورال ساينس على الساينس نفسه وبعلق على الفينس انفاكشن في البرين بارينج. الديفيوجن في حالات الهيماتوما بيبقى هيتروجينس، لان العمليه بيبقى فيها حبه سيتوتوكسيك ديما على حبه فازوجينيك فمش سنسيتيف، فالديفيوجن مش ملوش رول قوي، بيبقى هيتروجينس لانه ميكسشر ما بين سيتوتوكسيك وفازوجينيك، فالعمليه ما بتبقاش واضحه بالنسبه لي. في البوست كونتراست زي ما قلنا في السي تي اللي هي الامتي دلتا ساين فيلنج ديفكت جوه الساينس والريجولر وشادي وول، ممكن الاقي حبه كولاترالز دريننج داخله في الساينس. طيب في الام ار في هلاقي ايه؟ هلاقي طبعا نون فيجواليزيشن للساينس اذا كان في ثرومبس، ابسنس اوف فلو، برضو الريجولر في الوول. ممكن لو حصل ريكاناليزيشن يبتدي يبان بس هيبقى الريجولر، يعني مش منظر النورمال خالص. الام ار في انا ممكن اعمله بتايم اوف فلايت برضو او فيس كونتراست. التايم اوف فلايت فيه ديفكت هنقوله بعد شويه، بس برضو ممكن اعمله بكونتراست انهانسد، وبرضو هرجع اقول لكم ان الكونتراست في اي حاجه بتحسن الصوره، فالكونتراست ام ار في بيتر عن الفيس كونتراست العادي او الام ار في من غير كونتراست، لانه حتى بيبين لي اذا كان في سمول فيسلز ديتيلز، كل الفاين ديتيلز دي في حبه كولاترال هيبقى افضل من التوف او الفيس كونتراست من غير كونتراست. يعني انا عندي هنا الحاله دي هنا في ثرومبوزز في الترانزفيرز وبالتالي في السيجمويد كله. هنا في البيشنت ده في لينير فيري فين فلو في على الليفت سايد. في حاجه مهمه انه كومن ان يكون في هايبوبليزيا في الساينس، وممكن الاقي ان الرايت دومينيت في 50% والليفت اظن في 15% وهكذا. طب انا اعرف منين اذا كان الساينس ده هايبوبلاستيك ولا ثرومبوزيك؟ كلينيكال يعني ماشي، ممكن الناس كلها عندها هيدك، يعني لو جالك بهيدك هو مهم ان انا ابص في السورس ايمج يا جماعه، مش بس اللي هي ال 3 دي ام ار في، لازم ابص في السورس ايمج اللي انا واخداهم. يعني انا عندي هنا ده هنا الساينس سيجنال فويد كويس مفيش فيه اي حاجه، خلاص يبقى انا همشيها هايبوبليزيا. لو لقيت ثرومبس زي ما انا شايفه في سيجنال عاليه
وهنا في سيجنال عاليه مش عارف باينه عندكم على الصوره اعتقد باينه، يبقى ده ثرومبوزد. يبقى هرجع للسورس ايمج، مهم ان انا ابص كويس قوي في السورس ايمج. الام ار اس طبعا ممكن تفرق لي اذا كان يعني ستيل القديمه دي انا عندي سيتوتوكسيك ولا فازوجينيك، بس يعني هي بتبقى مش سنسيتيف قوي لان الاثنين ممكن يحصل. احنا قلنا كده ديورال ساينس. طيب في حاجه اسمها الكورتيكال فين ثرومبوزز، ان الفينز الفيري تايني فينز اللي هي دريننج جوه الساينس دي اللي يحصل فيها ثرومبوزز، وبتبقى الون او الثرومبس اكستند جوه الساينس اللي جنبها زي ما انا شايفه هنا. يعني في الهاير كاتس خالص الحته بقى اللي انا ما بشوفهاش وبعتبرها نورمال، انا الاقي عندي حته هايبر دنس كده في النون كونتراست سي تي وداخله على الساينس، اخلي بالي جدا. يعني العيانين دي بتبقى فينت سيمتومز يعني مجرد هيدك او حاجه، فانا هتديني كورد ساين هايبر دنس كورتيكال فين، وفي الغالب بيبقى مكمل شويه على الساينس اللي حوالي اللي جنب. لو لارج هبتدي يعمل لي بارينكمال اللي هي الفينس انفاركشن. يبقى مش بس الديور ساينس، انما اخلي بالي من الكورتيكال فينز الصغيره اللي في الايه في الهاير كاتس. هنرجع بعد شويه نقول على الثالاموس والانترنال سيربرال فينز. في البوست كونتراست برضو هتديني امتي دلتا ساين، بس لو يعني لو قدرت بقى اتبين الفين كويس اللي هي الفيلنج ديفكت، ونفس الكلام اللي انا طبقته قبل كده في الديور ساينس هطبقه هنا. برضو السي تي فينوجرافي هيشوف الفيلنج ديفكت وكان في كولاترالز ولا لا. بس هنخلي بالنا ان السي تي فينوجرافي عموما او الثرومبس الكرونيك ثرومبس بيحصل لها انهانسمنت، فانا لو عملت لها اسيسمنت عملت وهي في الكرونيك ستيج هيحصل لها انهانسمنت وتبقى مسد مني. ففي الكرونيك ستيج دي انا مش هعتد بالانهانسمنت خالص، لان الفايبروزز هيبقى جواها فايبروتيك تيشو ده هياخد انهانسمنت. انا بتكلم في الاكيوت وصاب اكيوت ستيج بس. نفس الحكايه اللي هي الكورتيكال فينز ثرومبوزز برضو في الهاير كاتس مثلا عندي هنا في البرين بلاقي فيه كورد لايك ستراكشر، برضو السيجنال انتنسيتي بتاعته هتتمشى مع الايج بتاع الثرومبس دي. وعاده بيبقى داخل في النير باي ساينس، وبدور مثلا يعني ده بيشنت تاني ان انا هشوف اذا كان في فينس انفاركشن ولا لا. يعني في كل القطات لازم ابص كويس اذا كان في اي حاجه ابنورمال ولا لا، وبرده بعلق على الفين والساينس اللي حواليه والبارينكيما اذا حصل فيها ثرومبوزز ولا لا. الجريدينت مهم لان هو بيبين لي على طول الثرومبس دي. انا عندي هنا برده في تي 1 في هنا هايبر انتنس سيجنال في الكورتيكال فين طبعا ايزلي ميست، يعني في وسط الزحمه مش هتبان. فمهم جدا ان انا اركز كويس قوي اذا كان في اي حاجه كورتيكال ابنورمال ولا لا. وهنا بقى في another patient في thrombosis sinus venous infarction. قلنا الديفيوجن والاي دي سي ماب ملوش رول قوي لان العمليه بتبقى هيتروجينس ميكس ما بين الاثنين قديمه. في الكونتراست ممكن هيبقى في early delta sign اللي هي في filling defect والثرومبس. لو كرونيك مش هعتدي بيها لان هي هيحصل لها enhancement نفسها. الفينس انفاركشن نفسه هياخد باتشي انهانسمنت ده غير الفين نفسه. الام ار في قلنا انه الكونتراست انهانسد بيتر، انما اللي ممكن اعمل بالتوف او بالفيس كونتراست. انا عندي هنا الحاله دي في هنا طبعا باينه الامتي دلتا ساين، وهنا باين في هنا حاجه سمول خالص كورتيكال فين، واعمل لي المنطقه اللي جنبه فيها فينس انفاركشن. حاجه مهمه بس اللي هي ديب فينس ثرومبوزز. لو هنفتكر كده مع بعض الاناتومي بتاع الديب فينس سيستم، انا عندي هنا الثرموستريت اللي هو ده بيتحد مع السيبتال فينز هيديني ايه الانترنال سيريبرال فينز. هي دي الكلام اللي هيجي عليها دلوقتي، دي الانترنال سيريبرال فينز بيتحد مع البيزال فين اوف روزنفيل وهيديني الفين اوف جالن، وبعدين يخش على الستريت ساينس. مهم ان انا اكون فاكره الاناتومي ده كويس عشان المنطقه اللي هنتكلم عليها دي بتاعه الانترنال سيريبرال فينز. طبعا بقيه الاناتومي انا عارفه السوبيرو ساجيتال ساينس، لكن في ثلاثه فينز سوبرفيشال اللي هم كانوا يهمونا في الكورتيكال اكون واخده بالي منهم، اللي هو الفين اوف ترولارد اللي ده بيصب فين في السوبيرو ساجيتال في نصه كده اكون واخده بالي من المكان، والفين اوف لابي اللي هو بيصب في ايه نص ترانزفيرس ساينس، وخلي بالي ان الكافيرنس ساينس بيتصب في البتروزال ساينس اللي بيخش في السيجمويد. يبقى انا عندي ثلاثه فينات برضو اكون فاكراهم كويس.
الدي فينس ثرومبوزز، انا عندي ثرومبوزز في الانترنال سيربرال فينز اللي هم الاثنين دول اللي هم باينين هنا، بيبقوا عندي هنا كده في المنطقه قبل الكوادريجيمينال النقطتين دولت بيجيبوا الدرين منين؟ من البيزل جانجليا والثالامس. فلو حصل فيهم ثرومبس هتوقع ان هيحصل فينس انفاركشن في الاثنين دول، في الثالامس والبيزل جانجليا. يبقى انا عندي اوكلوجن في الانترنال سيربرال فين هيديني فينس انفاركشن في الايه؟ في البيزل جانجليا والثالامس. في النون كونتراست هبقى لاكي عشان اتبين ان انا عندي هنا اثنين دوت اللي هم الدوت ساينز اللي هي في الانترنال سيريبرال فينز، وممكن لو حصل عندي فينس ثرومبوزز هيبقى في بيتيكيال هيموريج في الثالامس زي ما انا شايفه هنا. عاده بتبقى بايلاترال بس ممكن الاقي التشينجز اكتر على الرايت سايد النون يعني. اوكي الكونتراست ام تي دلتا ساين بقى يعني لو انا قدرت اتبينها من جوه، ونفس الكلام اللي هي ريجولار بوردرز وشاجي، ممكن الاقي حبه كولاترالز حواليها. نفس الكلام اللي احنا قلناه في سي تي في هيبين لي اذا كان فيها ثرومبوزز ولا لا. برضو احنا قلنا برضو ان في الكورونيك ثرومبس ملوش رول عشان هي بتحصل لها اساسا انهانسمنت زي ما انا شايفه هنا. ده انا عندي هنا في الانترنال سيريبرال فينز في الاثنين فيهم ثرومبس، وفي هايبودينستي في الاثنين بيزل في الثلاماي، يبقى في هنا بدايه فينس انفكشن نفس الحكايه، والفينس انفكشن زي ما احنا قلنا هيبقى هيموراجيك ليتر. على فكره هي بتبتدي بفينس هايبرتنشن وبعدين تبقى فينس انفكشن. افرق بينهم ازاي؟ الفينس هايبرتنشن نون انهانسمنت، بينما الفينس انفكشن هيديني باتشي انهانسمنت. طيب في التي 1 والتي 2 طبعا برضو الفلير هيديني هايبر انتنس سيجنال في المنطقه دي اللي هي منطقه الاثنين بيزل في البيزل جانجليا والثلاماي. الجريدينت مهم جدا عشان هي اساسا هيموراجيك فهتديني سيجنال. احنا قلنا الديفيوجن ملوش رول قوي في كل القصه، قصه الثرومبوزس دي. انا شايفه هنا ده في الفلير مبين قوي السيجنال بتاعتي، وفي تي 2 حاجه سطل، في تي 1 هايبو شويه زي ما انا شايفه في البايلاترال، تي 1 تاني هيموراجيك باينه. الديفيوجن يعني ممكن ايرلي يديني ريستريكشن على اساس ان تبقى سايتوتوكسيك اكتر، لكن يعني ما بقدرش اعتدي بيها. في البوست كونتراست نفس الكلام اللي احنا قلناه، هيديني دلتا ام تي دلتا ساين في الفين نفسه. الهيموراجيك انفاركشن هيديني باتشي انهانسمنت. الفينس هايبرتنشن زي ما قلت لكم يعني هي بتتلعب بفينس هايبرتنشن بيبقى نون انهانسنج، وبعدين لو دخلت في انفاركشن هتبقى باتشي انهانسمنت. الام ار في التايم اوف فلايت هيبين لي يعني زي ما انا شايفه هنا في الحاله دي، انا فين كل الاستراكشر اللي هنا مش باينه، ولا انترنال سيريبرال فينز ولا فين اوف جالين ولا ستريت ولا اي حاجه خالص، يعني دي حبه فينت كولاترالز كده مش ولا ستريت ساينس ولا اي حاجه. يبقى هنا في الام ار في هيبين لي بالظبط الاوكلوجن فين، اذا كان اكستند كمان للستريت ساينس السوبيرو ساجيتال الترانزفيرس والكلام. طيب في هنا كلمتين بس، انه احنا زي ما قلنا الكونتراست انهانسد دايما ام ار في بيتر. استخدم طب لو انا مش قادر ادي كونتراست هستخدم توف ولا فيس كونتراست؟ التوف ليميتيشن اللي هو التايم اوف فلايت، انه لو السيجنال ثرومبوزد ساينس ده في هايبر انتنس سيجنال اساس ان الايج بتاعها في السب اكيوت ستيج، ممكن وانا بعمل الميب ريفورمات تديني سيجنال فتمس مني، يعني انا هتوقع ان هو بيتنت وهو ثرومبوزد. تاني يا جماعه في السب اكيوت ستيج والثرومبس دي هايبر انتنس في تي 1 اللي هي تي 1 شورتنينج، وانا بعمل الميب هو يعني بيديها لي كانها بيتنت، فالتايم اوف فلايت في هنا ديفكت ان هو لو الايج بتاع الثرومبس هايبر اكيوت ستيج وهي المفروض انها هايبر ما اعملش تايم اوف فلايت، اعمل فيس كونتراست لانه بيتغلب على النقطه دي، او ادي كونتراست وهيبان لي الموضوع كويس قوي. عموما الفينس انفاركشن كل الميتابولايت بتقل لو انا عملت ام ار اس. في هنا حاله البايلاترال ثلاميك ليجنز، في حاله مشهوره اللي هي بايلاترال جلايوم، بايلاترال ثلاميك جلايوم. طبعا الام ار اس هنا ممكن يفرق ما بينهم، يعني هي ممكن برضو تكون هيموراجيك، انما الام ار اس على طول يفرق لي انه في الانفاركشن كل الميتابولايت هتقل، بينما في الجلايوم الكولين هيشوت، يبقى الكولين هيبقى عالي. عاده في الفينس انفاركشن انا ما بلاقيش بيرفيوجن ابنورماليتي، فلو عملت ام ار اس مش هلاقي perfusion abnormality، وده ممكن يفرق لي اذا كنت انا suspect اذا كان ده arterial ولا venous. الفينس هيبقى perfusion normal، يعني زي مثلا الحاله دي انا عندي thalamic وكوديت هنا في البيزل جانجليا، في الـ CT hypodense،
في ال MR هايبر انتنس سيجنال. طيب واضح ان هي انا عندي هنا اوكلوجن في الاكيد في الانترنال سيريبرال فينز زي ما انا شايفه, لان في هنا سيجنال شويه اهي في الانترنال سيريبرال فينز, وعندي بايلاترال ثلاميك فينس انفاركشن. عملت ال MR في مفيش اي ديب فينس ستراكشر مش واضح. البرفيوجن ماب بيديني الونجيتد مين ترانزيت تايم عشان بيحصل فيه ستيزس شويه, لكن ولا هيأثر على الفلو ولا هيأثر على الفوليوم, انما المين ترانزيت تايم بيبقى برونجيتد شويه, وبالتالي هقدر اتباين واتيقن اذا كان ده ارتيريور ولا فينس. احنا قربنا نخلص يا جماعه. طيب انا المفروض ان انا ديورا ساين ثرومبوزز ميمكس, في حاجات لازم اخد بالي منها كويس قوي, زي ما قلنا ان هو في النيو نيت, وعشان البوليسايتيميا او الهيماتوكريت العالي بيبقى زي ما انا شايفه هنا كده في البيبي الساينس اساسا دنس شويه, فاخدها كوشسلي قبل ما ريبورت النقطه دي. طيب في ممكن يكون هايبوبلاستيك, وزي ما قلت لكم ان ممكن الرايت دومينيت في 60% تقريبا, الليفت في حدود 25 او الاثنين زي بعض في حدود 15 مثلا, يعني زي هنا هايبوبليزيا. قبل ما اقول كلمه هايبوبليزيا لازم ارجع للسورس ايمجز وابص عليها كويس اذا كان ثرومبوزد ولا لا. طيب ممكن الساينس يبقى فيه فات زي الحاله دي, اقيسها طبعا السي تي هيبين الدينستي كويس قوي. في حاجه مهمه اللي هي الجاينت اراكينويد جرانيوليشنز اللي هي مسؤوله عن الابزوربشن والسكريشن بتاع السي اس اف, اللي هي دي ان انا بشوف سموث فيلينج ديفكت جوه الساينس. طب انا ممكن اقول عليه ثرومبس؟ لا. ليه؟ هو ماتش مع سي اس اف في كل حاجه في كل السيكونس, بينما الثرومبس طبعا لها سيجنال مختلفه. يبقى انا لو عملت سواء سي تي او عملت ام ار, الجرانيوليشن دي ماتشنج مع سي اس اف سيجنال في كل السيكونس, هي سموث ويل ديفايند, وبالتالي مش هاخطئ ان هي ثرومبس ولا لا. اخلي بالي اولا ان السي تي انسنسيتيف للكورتيكال فينز ثرومبوزز, لان عشان البيم هاردنينج ارتيفاكت, فانا لو عندي بيشنت كومبلينينج اوف هيديك وانا مش لاقي حاجه في السي تي المفروض اكمل له ام ار عشان اشوف الحاجات التايني دي. اخلي بالي ان في فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف في الايمجنج. هنا عندي فولس بوزيتيف كور ديساين, هفتكر نيونيت تاني انه عشان الهيماتوكريت عالي بيبقى دي فولس بوزيتيف كورد, دي مش حقيقي مش ترو. فولس بوزيتيف ام تي دلتا ساين في حالتين, عندي انه لما لو كان عندي ادجاسنت سب ديورال هيماتوما او اكسترا اكزيا اللي هيمورج باي شكل, ممكن اتلخبط واشك ان انا عندي هنا ثرومبس لو كانت لازقه فيها بالظبط, بس لازم اعمل ديلينيشن كويس لكل الايمجز واخد 10 كاتس واتباين كويس. يبقى انا عندي لو ادجاسنت على طول لازق فيها اكسترا اكزيا الهيمورج, لازم ابص كويس اذا كان في دي ليجن ولا دي دلتا ساين. في حالة تانية اسمها هايبر بايفوركيشن او سبيرو ساجيتال, يعني السبيرو ساجيتال ساينس المفروض يجي على النقطة دي ويتقسم. لو هو اتقسم فوق شوية هيديني هنا مثلث, المثلث ده ممكن انا يعني لو انا في الاكزيال كاتس اشوفه كانه امتي دلتا ساين وهقول ان هو ثرومبوست, يبقى دي فولس بوزيتيف امتي دلتا ساين. هفتكر حالتين, انه لو عندي ادجاسنت اكسترا اكزيال سب ديورال كولكشن او اكسترا ديورال كولكشن لازم ابص كويس, او لو عندي كونجينيتال انوميلي اللي اسمها هاي بايفوركيشن للسوبيريو ساجيتال ممكن يديني تريانجولار اريا كده, دي ممكن يعني تتشابه مع فيلينج ديفكت جوه الساينس. طيب هي برين تيشو, برين تيشو عادي خالص انا بره يعني. اوكي فولس نيجاتيف امتي دلتا ساين, امتى يكون العيان عنده ثرومبس وانا فوتها؟ انا قلت لكم انه في الكرونيك ستيج الثرومبس هتبقى انهانس, في اي حاله كرونيك اساسا انا مش هعمل لها ام ار في او لانه هتبقى انهانس. اوكي يا جماعه. طيب اخر حاجه انه الانجيو دلوقتي ما عادش ليه رول لانه الام ار اي والسي تي اي خد المكان, انما المفروض يعني ان انا لو ستيل هايبر اكيوت في خلال الثلاث ساعات ممكن استخدمه ان انا احقن انترا ارتيريال ثرومبوليتيك تريتمنت. نفس الكلام الفاليو بتاعه ايه, ان انا بطلع السايت اوف اوكلوجن ستينوزز كولاترال اذا كان في ديسكشن, بقيه الفاسكولار تري اخبارها ايه, اتروسكلوزز ولا لا, لكشري برفيوجن حواليها ولا لا. زي ما قلت لكم ان الميدر سيريبرال ارتري ده الموست كومن اريا تو بي
اوكلودد دي في حوالي من 50 لـ60%، يليها الانترنال سيريبرال ارتري من 15 لـ25%، وبعدين الفيرتيبرو بازيلر في حدود 10%. في جريدنج سيستم هو اسمه قريشي، بس هي مش عارفه الناشوناليتي ايه بالظبط، يعني فيري فيمس انه الجريدنج سيستم ده في الكونفنشنال انجيو عشان اشوف السكور بتاع البيشنت. هو 5، يعني سيبك من جريد 0 ده نورمال مفيش مشكله، هم 5 جريد. 1 و2 و3 بيختص بالميدل سيريبرال ارتري وبرده الانتيريور والبوستيريور. 4 و5 ده عشان سيريس شويه بيبقى الانترنال كاروتيد ارتري. طيب هنرجع تاني 1، كل ما الاوكلوجن بقى ديستال بقت انا جريد سهله، اوكي، كل ما اقرب اوكلوجن بروكسيمال يبقى انا جريد صعب. يبقى انا جريد 1 هتوقع ان الاوكلوجن ايه ديستال، مثلا ام 3 او اي 2 او اي بي 2 او كده. 2 بيبقوا 2 2، يعني انا خلاص انا بقيت جريد 2 يبقى انا في سيجمنت 2. جريد 3 ده جريد عالي يبقى انا قربت، يبقى انا هبقى في ام 1 او اي 1. 4 و5 قلت لكم في الانترنال كاروتيد ارتري، 4 اذا كان في كولاترالز لسه، و5 اذا ما فيش كولاترالز. عموما يعني ده جريدنج للكونفنشنال انجيو. البيتول سبيكت ما عادش ليه رول عشان الام ار طبعا خد الابر هاند، ان انا لسه هحقن ايزوتوب واشوف البرفيوجن ايه والكلام ده، ده كله نفس الداتا دي انا باخدها بالام ار. زي انا عندي هنا برفيوجن ديفكت في سبيكت وهنا انفاركشن، طبعا هو باين اساسا في الكونفنشنال ام ار العادي. كان ممكن يتعمل في الاماكن اللي ما فيش فيها سي تي وفيها سبيكت، يعني انه الفولو اب، او انا عندي هنا مثلا بادي يبقى انفاركشن، لو عملت برفيوجن بالبيت او السبيكت هيبقى فيه لارج اريا. بس طبعا زي ما قلت لكم انه الام ار خد كل الرول دي. هو ليه ليميتيشن انه في الاتروفي، وعاده العيانين دول لما بيبقوا اولد هيبقى فيه اتروفي، بيديني فولس نيجاتيف ريزلت، فما عادش ليه رول في القصه هنا. كبروتوكول لما يجي لي عيان باكيوت انفاركشن هعمل ايه؟ الاول بجنج الموداليتي العاديه بالسي تي، هشوف اذا كان في هيمرج ولا مفيش هيمرج. في هيمرج خلاص يعني ده خلاص فولو اب، انا مش بعمل له حاجه. مفيش هيمرج انا في اول 3 ساعات، لو في اول 3 ساعات هحقن انترافينس ترونكوليتيك واحاول اسيف البيشنت. لو من 3 لـ6 ساعات هشوف اذا كان في نمبرا ولا لا، لو في نمبرا هحقن انترا ارتيريال بقى عشان انا عديت شويه، يعني عايز الحق الوقت بقى بتاعي فهحقن انترا ارتيريال. لو مفيش نمرة ارجع احقن انترا فينس تاني اذا كانت هيحصل لها ريكفري ولا لا. اوكي يا جماعة اور كانتري اني كويشن ثانك يو